السلام عليكم، اهلا بيكم النهارده حلقه جديده من لقمه هنيه. قبل اي كلام جمعه مباركه حضراتكم، نتمنى يا رب تكون يوم خفيف ومسابقه. احب ارحب بالحاجه فاتن، يا اهلا بيك منورانا، واستاذه علياء يا اهلا بيك. اهلا بيك. انت بقى اللي جايه تحدي مامتك؟ لا خالص. ماشي الكلام. طيب زي ما حضراتكم شايفين النهارده الحاجه فاتن مع علياء بنتها جايين يتحدوا بعض، عايزين نعرف الموضوع ونعرف كمان هتطبخوا لنا ايه. هتطبخوا لنا ايه النهارده حاجه؟ حضرتك هعمل من غير حضرتك. طيب علاء ابنك. ايه علاء ابني طبعا. ربنا يخليك. فراخ محشيه فيك ما شاء الله، وصينيه جلاش باللحمه المفرومه. جميل. وشوربه طماطم. ده شغل عالي قوي. وحضرتك نفس الموضوع. نفس الموضوع. من غير يعني ما تفصلي قلتي زيهم بالظبط. يعني ربنا يستر. طيب ان شاء الله ربنا يستر. طيب زي ما حضراتكم شايفين فراخ محشيه بالفريك، جلاش بالجبنه الكيري، ومع كمان شوربه الطماطم. مظبوط كده؟ تمام. على ما اعتقد المنيو بسيط جدا وسهل. الموضوع فيه منافسه ما بين البنت ومامتها، اكيد الام لازم تكسب في كل الاحوال، ولكن خلينا نشوف بعد فاصل. اتفضل. يا اهلا بيكم مره ثانيه مع لقمه هنيه. طيب قبل الفاصل كنا بنتكلم معاكم النهارده على الام وبنتها. مدام فاتن منورانا، وجوزك حضرتك استاذه علياء منورانا. وقبل اي كلام بعتذر لكم النهارده، يعني صوتي تعبان شويه فسامحوني، هتلاقي صوت مش حلو شويه فسامحوني يعني بكل الاحوال. هنبدا بالام. حضرتك تخش كده نفسك وانت اليمين. طيب بس ماشي. خلاص لا خلاص تمام، هي متعود دايما بخش على الام فيكسر القاعده النهارده. ماشي. اخبار حضرتك عامله ايه؟ الحمد لله منورانا. بوجود حضرتك. هتعملي لنا اكله ايه بقى؟ هنعمل فراخ محشيه بالفريك. جميل. وهنعمل صينيه جلاش باللحمه المفرومه. تمام. والجبنه الكيوي. جميل. وبعدين شوربه طماطم. الله الله عليك، اتفضلي. زي ما دي بيقول صح كده؟ ده اللي انت عايز تقوليه. طيب هتبداي بايه حضرتك بقى اول حاجه؟ هبتدي الاول اتبل الفراخ. وبعد كده هجهز الفريك، ابتدي اعمله علشان اسلقه عشان هتاخد وقت. توكل على الله. طيب النهارده يوم الجمعه، واول جمعه في ابريل، يوم واحد طبعا. النهارده عيد اليتيم، وانا كان في بالي اني افكر ان انا اعمل حاجه يوم اليتيم او يوم جمعه اليتيم. فبعد كده فكرت كده قلت طب ما انا اجيب اطفال وبتاع، هحس يعني الموضوع تقليدي شويه وهيبقى زياده عن اللزوم، والناس كتير جدا بتعمل كده، فانا عايز اعمل حاجه احلى. انا عايز اروح لهم لحد عندهم ونعمل يوم اليتيم عندهم، وده بكره ان شاء الله هيحصل باذن الرحمن. فهيبقى يوم جميل جدا، يوم اليتيم هو بكره هيتعمل ان شاء الله، وهيبقى في مكان كبير جدا لان هم عدد مهول ما شاء الله. فاتمنى بكره ان شاء الله ربنا يعدي على خير ونعمل حلقه كويسه جدا لاولادنا واخواتنا الصغيرين اليتامى. واليتامى طبعا دول احباب الله قبل ما يكون احباب العباد عامه، ولازما نكون واقفين معاهم مش بس يوم 1 ابريل، لازم نكون واقفين معاهم طول السنه. لان لو بصينا في كل شارع وفي كل حاره وفي كل حته اكيد في بيت في يتامى. اليتامى ما نعرفهمش لوحدهم، اكيد في ام من غير اب فاكيد هي اللي بتربي اليتامى دي. فالواحد لو ما بيشوفهمش على الاقل يطمن عليهم، على الاقل يقدر يحاول لو هم غير قادرين فيحاول يساعدهم، لان ده ثواب عند ربنا كبير جدا. اكيد الكلام ده مش انا بس بقوله، العالم كله عارف الكلام ده كله، بس برضو الواحد بيحب تاني برضو يعني ياكد مع حضراتكم ونفكر اللي ناسي. النهارده يوم اليتيم، لازم كل واحد فينا يشوف اقرب دار ايتام، اقرب بيت فيه ايتام، اقرب مكان فيه ايتام، ويحاول يمر عليهم يقدرهم حتى لو بكلمه حلوه. مش محتاجين من حد حاجه، ولكن لو حضرتك او حضرتك حبيتي تجيبي لعبه لطفل يتيم، تبعتي حاجه لطفل يتيم، اكيد ده عند ربنا كبيره جدا. واتمنى كلنا نعمل كده، لان احنا دي عاداتنا وتقاليدنا كشعب مصر او العالم العربي كله، بنراعي ربنا في كل اولادنا. وكمان لما يكونوا ايتام اكيد الموضوع هيكون اقوى كويس. فبكره ان شاء الله السبت عندنا ميعاد اللي هو 2 ابريل بكره، ان شاء الله بدون ذكر اسامي الاماكن، هنعمل حاجه كويسه جدا كقرارات النهار، وهنشوف ان شاء الله هنعرضها امتى لحضراتكم في خلال الاسبوع الجاي ده برضو، هبان كل حاجه ان شاء الله. طيب خليني بقى اخش للحاجه ام علاء. ايوه. استغل بقى الاسم. اسم غالي قوي. صح كده؟ جدا. انت عندك علاء وعندك علياء. ايوه. ربنا يحفظهم لك. الله يخليك. قولي لي بقى. علاء عنده كام سنه؟ علاء عنده 32. ما شاء الله. 33. ما شاء الله، يعني خلاص ده مواليد يعني 83. ما شاء الله ما شاء الله، ربنا يحفظهم لك. متجوز ولا لسه؟ متجوز مع اياد واسر حبايبي. ما شاء الله ربنا يحفظهم لك. الغالي جدا بسرعه. لا ده انا جدة عجوزه. لا لا مش باينه. 63 سنه. ربنا يديك الصحه طول العمر يا فندم. لا الله يخليك. عقبال ما تفرحي بعلياء كده، يا رب. ويبقى عندك احفاد قد كده مع علياء ان شاء الله. ومين تاني غير علاء وعلياء؟ بس هم ربنا يخلي. ربنا يحفظهم لك يا رب يخليهم. الحمد لله. اخبارهم ايه معاكي بقى؟ لا طبعا انا حنين وهم طالعين حنينين. عشان خاطر حضرتك طبعا انت احن. عملوا معاكي ايه في عيد الام؟ لا جالي هديه علياء، جابت لي هديه. جابت لي اللي هو ميكرويف. لا فرن.
عندي الفون جالي في 2013 ما شاء الله لما تم سن 60 ربنا يديك الصحه والعافيه. جابت لي اللي هو فلتر ميه. فلتر ميه حلو. حلو. ولسه في هديه علاقه هي هتجيبها لي برضه، يعني هو هي عشان هو مش هنا. ايوه مسافر. هو موكلها عنه. موكلها عايزه اللي هو زي الكبه كده اللي انت بتستعملها و... اللي هي الفود بروسيسور دي. ايوه الهاند بلندر. ايوه. طب هو لما جابهاش انا عندي هعترك على طول. حبيب قلبي والله العظيم اعتبريها خدتها وانها وصلت والله. او زي اللي جنبك دي اللي انت عايزاها برضه انا مش شايفها. الله يخليك. المهم تبقى مبسوطه لو حاجه ناقصاك. انا مبسوطه مبسوطه بيهم يعني. ربنا يحفظهم لك طبعا. الله يخليك. طيب واخبار البيت معاك ايه والدنيا؟ لا الحمد لله. انتوا انت وعلياء وبس اللي عايشين مع بعض في البيت؟ وباباها. بابا علياء. اخباره ايه؟ كويس. عم عايش برضه محمود. الحاج محمود. ايوه. صباح الحاج محمود لازم نبص عليه. ما ينفعش نجيب سيرة حضرتك وعلياء وعلاء. طبعا لو لو ونسقط الحاج محمود ما ينفعش. لا الا. هو الخير والبركه. حبيبي. ربنا يخليك. اتفضلي توكلي على الله. انا هشوف اخبار علياء ايه. انا عايزه معاك. طب هي ما انت داخله في طلبات رسمي. اتفضلي. يعني انت داخله اقول لك اخبارك ايه؟ دي كويسه مع حضرتك؟ اوامر. اخبارك ايه؟ تمام. ماشي الحال؟ طب بقيت خلاص فراخ. انا 25 ماشي في 26. ما تكبريش نفسك قوي. 24 ماشي في 25 يعني. لا 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 عادي عادي قوي يعني كده ماشي عادي. اخبار طب انت عامله ايه؟ انا شغاله كول سنتر بقالي تقريبا 4 سنين او 5 سنين. حلو. كويس. الكول سنتر ده موضوع كبير جدا. يعني ان انا اعرفه عنه ان ده حاجه ليها علاقه بالاخلاق. لازم تكون اخلاق الكول سنتر ده كويسه جدا. تمام. ولازم يكون كمان عنده اكسبيرينس في التعامل مع اي حد بيكلمه من اي اعمار، يعني هي لها خبره كبيره جدا. الكول سنتر ما هيش عاديه، مش هو تليفون وخلاص. لا لا بس لا بوضح للي ما يعرفش الكول سنتر دي. لا الكول سنتر دي وظيفه مهمه جدا، ولو في شركات كبيره جدا انت اكيد شغاله في شركه كبيره. فالشركه دي بتتعامل مع عملاء كتير. فالعمله دي انت لازم تقنعيهم ولازم مش عارف تعملي ايه. وعلى ما اتذكر انك انت لازم تقولي اسم العميل 3 مرات في المكالمه. ايوه بالظبط كده. وما تردي بعد 3 رنات. ايوه كده. لا وايه تاني؟ انا فاكر الحاجات دي خدت فيها كورسات على فكره. كنت لسه اقول لك. لا انا اصلا انا خريج صحف فنادق. بالظبط. وبعدين اشتغلت في فنادق كتير جدا. انا قعدت موظف كتير في مصر وبره مصر. وبعدين كنا بنتعلم بقى ناخد مثلا فتره كده كورس مثلا 2 3 شهور في الكول سنتر. تمام. كورس مش عارف فين حته. طبيعي عشان تتعاملوا مع بالظبط عشان نقدر نبقى عارفين الاتيتيود بتاع الستاف لازم يكون كله واحد. تمام. تمام. وبتعملي ايه بقى في الاتي سيرفيس بقى او في ال هو انا يعتبر شغلي اكتر سيلز بتبيع وتشتري. بالظبط. بقنعهم بقى بانظمه بعروض خاصه بيهم. يا ترى انت من الناس اللي ممكن تقعد تكلم العميل في اليوم 3 4 مرات؟ ولا هي مره وخلاص؟ هو مش بايدي. احنا ممكن نكلمه 10 مرات بس هو مش بايدي. بيحصل. وبعدين ببقى يعني ذنبك ايه؟ انت عندك رولز ماشي بيها كده. بالظبط. الموضوع زياده فاكيد بتبقى انت عندك طول الباب ما شاء الله. لا عشان احنا كمان الدايلر اوتو عندنا اوتو دايلر مش انا اللي بدايل بايدي مش مانوال يعني. بس مره واحده بالظبط الاقي حد بيقول لي الو الو لازم ترد بسرعه. طب ما بيجيكيش فتره مثلا كده زي ما بشوف الاعلانات تبقى بتاكلوا مثلا من التليفون؟ بيحصل. برفع المايك واكل بسرعه وانزل ارد عليه. حلوه دي. يعني انا بشوف اعلانات كده وبعدين كمان ممكن عادي جدا واحد يتعصب معاك في التليفون فتعملي ايه؟ لا ساعتها بحاول اهندله. لازم اهديه. بالظبط. حتى لو كان صوته عالي ولا مش عارف ايه. بالظبط بالظبط. لازم اهديه. لازم لازم صبر. الشغلانه دي عايزه صبر وهدوء. اقفل بقى بعد كده اتصرف مع نفسي بقى. انا اقول اللي انا كنت عايز اقوله له ويلا مش عارف ايه. طيب انا معايا مكالمه بس مهمه جدا لازم ناخدها عشان خاطر ده. من قبل البرنامج ما يشتغل وارجع لك تاني على طول. مين يا شيف؟ انا اسف. يا سلمى. الو. ازيك؟ الحمد لله. اخبارك ايه؟ كويس. ايه اخبار صحتك؟ كويس الحمد لله. عندي كام سنه يا سلمى؟ عندي 13 سنه. 13 سنه ما شاء الله ربنا يخليك يا رب. قولي لي ايه اخبار الاكل معاكي؟ الحمد لله انا بعرف اعمل كذا حاجه كده قليله. يعني شامم من ريحه كلامك ان انت ممكن تعرفي تيجي تطبخي؟ ممكن. ولا تيجي تخسري؟ اي حاجه. لا لو انت عندك حد من زمايلك شاطر زيك او يكون نفس مستواك في الطبخ يلا قدمي وتعلمي يلا شرفينا ان شاء الله. ماشي اوكي. ماشي الكلام. رايك ايه في مسابقتنا النهارده بقى؟ الاكل حلو قوي ويعني يا ريت ماما تيجي تطبخ معاكوا عشان ماما بتعمل اكل يلا حلو. يلا متفقين. ظبطي وحطي اسمك انت ومامتك وتنوري في اقرب وقت ان شاء الله. ماشي. ماشي الكلام. صباح على ماما كتير جدا. شكرا. بشكرك جدا يا سلمى. شكرا جدا ليك. انا اسف معلش يا سلمى. المفروض اللي فهمته منهم ان هي قبل الهوا فعيب تكون مأخرينها كتير. تمام. نرجع بقى كنا بنقول ايه؟ كول سنتر. الكول سنتر ده بيبقى طبعا تهقيل لبوزيشن تاني.
أكيد. يعني انت بتقعدي مثلا سنه سنتين ثلاثه اربعه مثلا بالزبط. في الكول سنتر او في الانتو سيرفيس، وبعد كده بتخش في مرحله ثانيه اللي بعديها ايه بقى؟ هو المفروض بيبقى فيه مزيد في الكارير نفسه، بيبقى فيه تيم بزيد في الكارير. بتزيدي في الكارير. تمام. يبقى فيه زي تيم ليدر مثلا، تيم ليدر نفس الديبارتمنت شغاله فيها. بالظبط كده. جميل. في حاجه زي كواليتي، ده انا ببقى زي سوبرفايزر على الناس، اوديت على زمايلك اللي هم الايجنت اللي في سنك دلوقتي. بالظبط. بيكلموا كاستمر صحابي كلها. ده انا طب لا خلاص انا حد فاهم ان كده تمام. حلو قوي. طيب على العموم ده شغلانه كويسه جدا. انا عايزه معلش بقطعك على الشوربه بس. شوربه؟ يعني كبشه بس كده، كبشه شوربه. عشان شوف بص بص شوف التعاون، شوف التعاون من غير ما اتكلم، يعني شغل عادي. ام يا اخوانا ربنا يخليك يا رب ليها يا رب. الله يخليك. اتفضلي يا فندم. بسم الله. بس كفايه. بس كفايه؟ تمام. ماشي. مستقبلك عظيم وان شاء الله تبقى احلى تيم ليدر في مصر يا رب. تمام. نرجع بقى لست انا عايزه دي عاليه، دي عاليه. انا عايزه واحده عاليه. عينيا الاثنين. طب ما احنا ممكن نعمل حاجه كده، نبدل دي مؤقتا كده. ايوه مؤقتا لحد ما دي تسخن كويس قوي. ودي برضو شغاله. دي بصله وحبهان وكوات. حلوه كوات دي. انت بتقول كرابس كوات. انا بقول كرات صح. صح بقولها غلط على فكره. يعني ناس بس كتير جدا تقول لي لا هي ليها ملف، يعني مطلع الكلمه. لا بس بتعجبني منك، جميله. انا بقولها كرات بالظبط. وانا بقولها بقى كمان. ربنا يديك الصحه. الله يخليك. هعلي حضرتك دي النار شويه. ايوه تمام. ونغطي عليها براحتنا خالص في الامان. ماشي. البصلايه دي اللي متحبشه دي بتاعت ايه بقى؟ دي بتاعت الفريك. الفريك منقوع. احنا قايلين بدري عشان يبقى معاكي كويس. بصلايه مع الزبده. مع الزبده وزيت. عشان بحط الزبده وزيت عشان ما تحرقش الزبده وتستمتعي بطعم. ايوه انا بستعمل بعمل كده في البيت يعني. شاطره يا حاجه والله، شاطره. بتعلم منك. وحطيت فلفل اسود وحطيت شوربه فراخ. حلو قوي. مرقه فراخ. مرقه عشان تديكي طعم كويس. أيوة. وانت مقلبه. جميل جدا. ناخد شيماء. شيماء. يا شيماء. ايوه. يا مرحب بيك. اخبارك؟ الحمد لله تمام. عامله ايه؟ جميل. الحمد لله. هو ودوال عليه كده يا شيخ. اتفضلي. هو بس ممكن انا اجي اعمل عندكم في البرنامج الايه يا فندم؟ انا عايزه يعني اشترك عندكم في البرنامج. منورينا. بس كده؟ ده احنا اللي عايزين نشترك معاك. انا اصلا بصراحه اول مره اصلا اتكلم في التلفزيون اصلا. ده شرف لينا تكوني اول مره، يا رب ما تكونش اخر مره. لا تنورينا يا شيماء. انت عندك كام سنه؟ 21. يلا تنورينا ان شاء الله. تعرفي تطبخ كويس ولا نخسر ونكسب؟ والله العظيم انا بطبخ بس في البيت يعني متنقبني، يعني بيقولوا لي لا اكلك مش حلو، لا اكلك حلو كده. لا يعني ما دام هما بيقولوا لك اكل حلو احنا كمان لازم ندوق. تنورينا يا شيماء ان شاء الله. سيبي رقم تليفونك وسجلي مع زمايلنا في الكنترول في اقرب فرصه ان شاء الله تنورينا. اشكرك جدا يا شيماء. طيب بالمناسبه ان احنا خلاص يعني خلصنا شهر مارس بكل امهاتنا، يا رب يخليهم لينا يا رب دايما ونحاول نكون معاهم دايما. بدأنا النهارده في 1 ابريل او 1/4، معانا النهارده الام وبنتها. الجمعه الجايه لو في اطفال يبقى اكيد كلام كبير جدا وجميل. اللي بعدها شباب صغيرين، يعني نبدا براحتنا نرجع زي ايام الاول او ايام الثانويه العاديه بتاعتنا كلها او الشهور العاديه. ان اي اعمار بتشترك طبعا تشرفنا وتنورنا. نعم. انا عايزه. انت عايزه كل حاجه مش هتديني ولا حاجه في الاخر، صح؟ صح. طلبات 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 كتير قوي من قبل الهوا. طب انا عايزه الكبشه اللي هي خدتها مني. انت تموري كبشه ثانيه عندك؟ لا بدور عليها مش لاقيها. اهي. اهي والله. تسلم نظرك. انا عايزه اظبط بس. انت عايزه ايه بقى؟ البوتاجاز. ماله البوتاجاز؟ عايزه اخلي النار دي واطيه عشان ما يبقاش كده واطيه. دي اتنين. طيب دي كده اتنين. عايز عليها اكتر او اقل؟ مش لازم ان سيكا. سيكا قدام ولا يعني عليها اكتر؟ عليها اكتر. يلا. يا مدام رجاء. يا مدام رباح. ايوه السلام عليكم. سلام ورحمه الله وبركاته. يا اهلا بيك. ازي حضرتك يا استاذ علاء؟ اهلا بيك. انا علاء على طول تحت امرك. علاء على طول. انت زي طبعا فعلا. طبعا ابنك طبعا اخوك الصغير تحت امرك. ربنا يكرمك يا رب على الحاجات اللي بتعملها يا فندم. ده من ذوق حضرتك والله. ربنا يعزك. الله يكرمك. الله يكرمك. الله يكرمك. الله يكرمك يا رب كده ودايما يا رب تعمل لنا جديد وجديد. الله يخليك. ده بنفسكم ودعواتكم لينا والله. طبعا ربنا يكرمك. ربنا يخليك يا مدام رباح. ربنا يخليك. حضرتك منين يا فندم؟ انا من القاهره. من القاهره يا جدع. ناس بلدياتي. وايه اخبار الاكل معاكي؟ هو انا عايزه اجي ادوقك اكلي. يا سلام. هو حد يطول يا تنورينا؟ هو حد في الدنيا يطول السؤال ده او الطلب ده؟ طبعا من غير كلام. يلا. الله يكرمك. مشهوره بايه بقى في العيله؟ مشهوره بايه في الاكل في العيله؟ ايه اكتر حاجات بتحبوها العيله عندك؟ هتقول بقى ليه؟ لان مفيش حاجه مشهوره اكتر من الثانيه. من ايه؟ الحمد لله يعني كله عندك مشهور.
الحمد لله. طيب خلاص ناكل اي حاجه هتعملها لنا تنورينا. معاك المنافس ولا تحضر احنا؟ تبقى انت تحكم بقى. انا هحكم اكيد هنحكم حكم كويس ان شاء الله، بس معاك المنافس ولا احنا نحضر المنافس؟ لا انت حضر المنافس. ما شاء الله واثقه. ماشي الكلام، خلاص متفقين. هتسجلي اسمك في الكنترول مع زمايلي وتنورينا ان شاء الله يا مدام رباح في اقرب فرصه معانا ان شاء الله. بشكرك، بشكرك جدا. طيب مين يا شفيق؟ انا اسف. حاضر. الفلفل الاسود طيب. مش شغال. طيب. نعم حاضر، هاخد بدل ما نرسل ثانيه واحده. دي مش شغاله؟ نجيب لك غيرها على طول. هاتي هاتي انت واقفه كده، خدي دي اتصرفي انت فيها. الحاج بلاش نتاخر عليك. ثانك يو. تمام ثانك يو. ايوه انجليزي انت. ايوه. طيب مين يا شفيق؟ انا اسف. يا مدام منال صباح الورد. صباح النور، ازي حضرتك؟ اهلا بيك يا فندم، اخبارك انت عامله ايه؟ الحمد لله بخير، ربنا يخليك. يا رب تكوني بخير وسعاده دايما. الله يخليك. قالوا لي في الايربيز وانا زمايلي بيكلموني ان حضرتك اخت الحاجه ام علاء. حبيبتي. تمام. مظبوط كده؟ منورين. تمام، اختها الصغيره. ده انتوا على راسنا. طيب تحبي تكلميها قبل ما اتكلم؟ اتفضلي معاكي. والله انتوا كلكم منورين النهارده، وبتمنى لها طبعا ان شاء الله بقى التوفيق وناكل اكل بقى زي الفل النهارده. انا مستنيه الاكل يعني ان شاء الله. ده احنا اللي معزومين على الغداء. ولا تجيبوا الاكل حلو، هنجيب الاكل ونيجي خلاص. المنيو بتاعكم النهارده حلو قوي اذا سمحوا يعني. لا طبعا ده احنا نسمح نسمح كمان. لا ده هي كمان طباخه ممتازه ما شاء الله عليها، اكلها بجد جميل جدا يعني. ربنا يخليها. تعتبر بنتي برضه. ربنا يخليها وبنتي حبيبتي. الله يخليك. الله يخليك. معروف يعني. انت حضرتك منور. بوجود حضرتك يا فندم ربنا يعزك، وكان نفسنا نشوفك بس احنا ملحوقه ان شاء الله في اقرب وقت تنورينا برضه ان شاء الله. قلت لها قلت لها تيجي معايا بس هي ان شاء الله مش مظبطه موعدها. مش مظبطه. لا ان شاء الله تنورينا في اقرب وقت وندوق برضه اكلك باذن الله. بشكرك. والعروس اديها كلمتين قبل ما تمشي بقى بالمره والنبي. حبيبتي. ما ينفعش كده تعديها يعني. ازيك يا خالتي؟ عامله ايه؟ يلا الحمد لله. منوره يا لولا يعني، ولولا يعني ما شاء الله استاذه في الاكل طبعا يعني. ربنا يوفقك. لا 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 ان شاء الله ربنا يوفقك يا لولا ان شاء الله. احسن الاكل باذن الله يا حبيبي. تمام. خليكي ليا يا خالتي. ربنا يخليكي يا حبيبي. كلام جميل وداخل قلبي يا خالتي. ماشي كده. بشكرك جدا وبشكر حضرتك. انا بخليها تقول لك كلمتين حلوين. الفلفل الاسود بعد اذنك. هجيب لك الفلفل الاسود. حاضر. وفاصل. حاضر. مش كله مره واحده. انت عايز الفلفل الاسود وانت عايز فاصل وحضرتك عايز ايه يا فندم؟ عايز سلامتك. الله يبارك لك بجد والله. نبت العسل والله. حبيب قلبي حبيب قلبي. فاصل يا عم. كنا علاء بالظبط والله. الله يخليك. لا 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 خليه خليه. يا اهلا بيكم مره ثانيه مع الام هاني. طيب لا سيبيه، انا بقول لحضرتك انت حاطه حبه هاني. حطيت زي ما انت. تمام تمام. اتعصقتيها بحبه زيت بصله مبشوره وزبده. وزبده كمان. ايوه الله مزاج عالي ده ما شاء الله. وحطيت برضه صوبه فراخ. ده وزبده كمان. ايوه الله مزاج عالي ده ما شاء الله. وحطيت برضه صوبه. حاضر يا ايمان. الو طب كلمينا تاني يا ايمان. الجلاش عاملينه مغطينه تبات وعاملين عليه خايفين لو يهرب عشان خاطر ما يفتحش. المفروض اسيح دي شويه. قطعنا حاجه؟ الصينيه؟ اه لا هي مش هيحصل لها حاجه. طيب. بس هتبقى سخنه. حضرتك كنت بتحب الظروف. طيب ماشي مش مشكله. حضرتك ايدينيها بايدك يعني من غير الفرشه. صح كده. بايدك زي ما احنا بنعمل في البيت عادي جدا. ايوه كده ماشي. بصي الامهات بالذات مفيش عليهم اي كلام. لا ما كله زي الفل يعني. ماشي براحتك خالص، عيشي حياتك وتعيشي. جميل. وانا عايزه الجلاش برضه. عايزه الجلاش برضه؟ الصينيه اللي هعمل فيها الجلاش. فين؟ ايوه الجلاش اهو. لا سيبيها بس لما ندور عليه يمكن في الفريزر الثاني. الجلاش اهو. طب ما تجيب الجلاش. الصينيه وراكي يعني اهو. مش فاهم. الصينيه وراكي. والصينيه انا اجيب لك الصينيه، انا من عندي راس الصينيه مفيش مشكله. اخيرا ساعدتني؟ لا انا النهارده جاي عليك شويه مش عارف ليه. مش عارف اقولش حاجه. طيب. طب قولي لي بقى بالمره كده. نعم. ايه اغرب موقف حصل لك وانت في الشغل وانت في التليفونات وانت في الفكره دي، وموقف عصبك او كان غريب اي موقف كده من اللي بيحصل؟ هو اكتر حاجه بتعصبني لما حد بيتكلم وما بقاش بقى مش فاهم ويقعد يفهمني غلط ويقعد يزعق بقى ويشتم ويروح قافل وش السكه. بتعملي انت ايه بقى؟ خلاص قفل ما عرفتش بقى ايه. تروحي انت بقى عامله هولد وشايفه لوحدك. طب يعني اكتر من حاجه مثلا اتبسطتك من حد بيكلمك؟ لا حد مثلا يقعد يسمع مني ويفهم وبعد كده يقول لي لا انت اسلوبك جميل وانا قد ده بدون معاكسه يعني ولا لا 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 عادي. لا طبعا. ايه بقى؟
لا يقعد بقى. طب انا عايز رقمك الخاص بقى، ويا ريت لو تكلمني الساعه 12 بالليل. يعني يا فندم شغلك بالليل ولا الصبح شغلك؟ لا انا الصبح. الصبح ما 12 بالليل ايه؟ هو بقى عايزني انا اكلمه بقى 12 بالليل. 12 بالليل انا بكون هو فاضي وحضرتك خلصت شغلك. أيوه على رواقه بقى. بالظبط افهمه النظام بالظبط. القصه وبتاع ده تهجيم رسمي ده. يعني نقول له لا انت كده دخلت في سكه ثانيه خالص. اقول يا فندم التزم بسياق المكالمه. بالظبط ايه لهني الخط بس. ايوه وبعد المكالمه مسجله. بالظبط هتسلميه وقت يعني. هم خلاص بقى بيعينها بقى. استعمل لا. من هنا اللي تحبيه. عايزه الجبنه المكعبات بتاع الكريمي دي تمام. طب هات لا كريمي. اخد كريمي احسن. يلا اتفضلي. بسم الله. فين المساعد حضرتك بقى؟ هي لا لا عليها حبيبتي. حاسب حبيبتي ده ولا ايه؟ خلاص ما انت بعتيني بقى. اتفضلي اتفضلي. معلقه اقعد الجبنه حطي. بصي انا هعمل حاجه حلوه يا استاذ. استريحي كده عشان هوريك الجبنه شويه. احطها في الجبنه عشان تعرفي تقلبي براحتك. ماشي بسم الله. ادي كده اتفضلي. حطي بقى الجبنه بتاعتك كمان براحتك خالص. وتعايشي. هو مش بقطعها يعني تلات معالي معلتين توكيتك مش سامعك؟ يا عماد. الو. ايوه تعالى. ايوه يا استاذ عماد ازيك؟ الله يخليك يا باشا. اهلا بيك اخبارك ايه؟ ربنا يخليك يا رب. يا رب تكون بخير يا عمده. ربنا يحرمنا من اكلتك الحلوه دي. الله يخليك يا عماد ده من ذوقك والله ربنا يعزك. انا عاوز اقول لك بقالي 5 سنين مش بكلمك والله. بقالك قد ايه؟ اكتر من 5 سنين. لا يا عم انت بتهزر. يا عم انا موجود كل يوم قدامك اي وقت كلمني براحتك. مش عارف اتواصل مع حضرتك يا حبيبي. تنورنا يا حبيبي ربنا يخليك في اي وقت. ربنا يخليك ربنا يكرمك يا رب. الله يخليك يا عمده. امرني امر. نعم امرني امر. الامر لله يا باشا. انا كنت عاوز حضرتك بس لما اخلص البرنامج كده عاوز اكلمك بس. عينيا الاثنين. ممكن تسيب رقمك في التليفون بعد اذنك؟ يا ريت هم يسجلوا. انا عاوز حضرتك في موضوع ضروري يعني مش مساعده ولا اي حاجه. مشوار مهم. لو مساعده ايه المشكله؟ انت ليه بتقفل الباب؟ لا لو مساعده امرك برضه. لو حاجه في ايدي انا بعملها اي حد والله. ربنا يبارك لك. امرك ماشي نتكلم بعد الهوا. حاضر يا عمده. حاجه ثانيه؟ عماد طيب خد رقم تليفونه بعد اذنك وما تقطعوش الخط عشان يبقى الراجل معانا بعد الهوا. اشيل دي خلاص. فين البقدونس؟ البقدونس البقدونس ممكن يكون حد عادي جدا تخبي ورا هو ولا ورا اهو. انت بقى بصي ملمح عليه ده تعرف ممكن يكون كانت عينيه عليه. انا بس عندي عادي جدا تكون هي عينيه عليه وعايزه تاخد البقدونس. تاخد البقدونس ماشي. الله الله حطيت جبنه كيري كيري على اللحمه المفرومه. أيوه. على البقدونس. شكل الكلام عالي. صينيه الجلاش معموله بمنتهى البساطه. طبعا ما فيهاش حاجه. وكمان تحط عليها الرق الثاني. ايوه طبعا. وحضرتك من الناس بتحب تحط بيض على الجلاش؟ بحط بيض ولبن ولا طبعًا. تحط جبنه على الوش؟ لا لبن وبيض. وفي ناس تحط زبده. زبده كمان وزبده بس بعد ما تشمع مش على طول. ايش حياتك؟ طيب انا عايز اكل من ايدك اكل النهارده. لا هتاكل ان شاء الله. حارك براحتك خالص. لا هتاكل. اهلا. لا ايه عايزه ايه؟ لا مفيش مرحب بيك. لا انا مرحب بيك. ده انا اللي بقول لك اهلا بيكي. انا علاء اخوك يعني. والله شرف ليا. علاء مسافر فين بقى؟ علاء في السعوديه. في السعوديه. واخباره ايه؟ لا الحمد لله كويس. بتتفرج على النهارده؟ عادي. بجد والله؟ صباح الفل يا لولو. السعوديه طبعا ناس محترمين وكل حبايبنا كمان المصريين اللي في السعوديه هناك يعني دايما بيتابعوا البرنامج. وطبعا ببث على كل الناس اللي في السعوديه بتتابع لقمه هنيه. فطبعا وبالخصوص علاء كمان اختك عندنا يا علاء. حصل حاجه هنقولك. انا بقول لك بصراحه بس. طيب انا شايف ان انت شغاله بمنتهى اللامبالاه. بمعنى لا انت شغاله كويس قوي في الاكل عادي بس حاطه الصينيه على البورده بتاعتك. لا انا الزراير فصلت الفراخ فالفراخ ناس سليمه يعني بتغسل فاصل. لا هو انا عايزه اقول لك ان انا طفيته قصد بس نسيت ان هو عايز نسيت الفراخ. سجل يا شفيق يعني زي سجل يا تاريخ كده يعني. ايه نسيت قصدي؟ علشان انا كنت عايزه اسيح. طب خلاص يا باشا براحتك خالص. لا لا خلاص لحد ما الحلقه تخلص والحاجه ما استوتش يبقى كده افكرك. لا خلاص شكرا. طب ولا البوتاجاز عشان نسلق الفراخ ولا ايه؟ اتفضل. اعمل كده كده كده. عملت لي هنكت الجهاز بوظت لي الجهاز. مش عارف ليه كده مش فاهم. اعمل ريستارت الجهاز ايه بس يا شفيق ده حاجه كده غريبه. ايه تاني؟ اشتغل خلاص بس. هتحطي برضه تاني؟ لا هو مش كده. طب اروح فين؟ ما تنوقي مكاني خلاص يعني. خدي براح شويه يمينك سنه كده ماشي خلاص. وانا جهز لك عشان الشوربه. يعني عندك خش كده على راي شفيق اللي خش شويه كده ناحيه الجنينه سنه كده كده. طيب احنا الساعه 2:30 حلو. على ما اعتقد الوقت الكتير في الحلقه خلصت فاحنا فاضل لنا طبقين لسه ما خلصوش او ثلاث اطباق كلهم ما خلصوش. هل توقعاتك هنخلص في نفس الوقت ولا نعمل حلقه ولا جزء ثاني؟ لا 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 خلص نفس الوقت الجمعه الجايه. لا لا ما تقلقش انت كيفك. لا هنخلص ماشي ماشي الكلام. ايوه يا حاج الله يبارك لك. يا مدام دينا. ايوه صباح الورد.
صباح الفل. اخبارك ايه؟ تمام الحمد لله. كله تمام؟ تمام بخير الحمد لله. وايه اخبار الاكل معاكي ايه؟ يعني لسه شويه، نص نص بصراحه. ايوه قولي الحقيقه. نص نص. انت تعرفي الحاجه ام علاء؟ طبعا الصوت. طبعا خالته. خالته تمام ماشي كده. طب ازاي ما طلعتش خالته؟ مبسوطه انها موجوده بصراحه، يعني مبسوطه بيها بجد يعني. لا الحاجه ام علاء منورانا النهارده. لا الحاجه بتاعتنا يعني. طب قولي لي بقى يا دينا، انت اكيد اكيد رسمي كده من كلامك ومن طريقه دخولك المطبخ ان انت على باب الله، صح؟ إيه؟ واكيد بتاكلي من ايد خالتك، صح؟ طبعا طبعا. ايه بقى اكتر الاكلات اللي انت بجد نفسك تعمليها مش عارفه تعمليها؟ ايوه من ايديها. اللي بعشقها بصراحه الممبار طبعا. ايه الممبار يعني ده اول حاجه. اكيد ده حوار كبير ده. والمحاشي يعني. والمحاشي بصراحه. جميل. مش عارفه تعمليهم خالص يا عيني. لا طبعا ما بعرفش، انا بعتمد على خالتي يعني. خالتي بس انت لو رحت لها كذا مره في الاسبوع على ما اعتقد هتعلمك يعني. استمريتي الوجود عندها ساعديها في 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 يعني برضه النفس بتاعها مختلف. طبعا النفس ما فيهوش هزار والله يا دينا انا عارف. ايوه يعني الام مهما تعمل مفيش حد زيها. وعلياء برضه الصراحه يعني بتظبطنا يعني. الايه ايه مش سامع معلش انا اسف كلام هنا بقى وقع مني. بتقولي يا دينا؟ ايوه علياء مالها؟ علياء برضه بتظبطنا بصراحه يعني ما نقدرش ننساها ما نقدرش ننساها. يعني بس مجامله يعني كلامك في داخل سكه مجامله فاحنا تمام كامل. علياء والجلاش واللحمه المفرومه مجامل ونملى وقت عادي جدا. هي لايته شويه. هي شويه شويه بس هي بصراحه شيف نمبر 1 يعني في البيت بجد. تمام تمام. توقعاتك يعني طيب بقى السؤال المحرج. توقعاتك ان مين ياخد مركز اول ومين ياخد مركز ثاني؟ لا بصراحه الاثنين ياخدوا مركز اول. طب بشكرك يا دينا على الرد الجميل بجد. انت متاكده من كده؟ يعني كفايه اذكرني دي اذكرني يعني اذكرني الفريق الاخضر بالفريق الازرق. جميل. لا والله انا اختارهم هما الاثنين بصراحه يعني الاثنين بالنسبه لي واحد يعني الاكل بصراحه احلى حاجه. يا زينه يا زينه مفيش محشي يا زينه. لا في ده مفيش محشي يا زينه ولا ممبار. لا ما اتفقناش على كده. طب خلاص. لا خالتي يبقى انت يا خالتي طبعا. انا كده انا اللي هشوفك. ماشي خلاص مفيش مشكلة. ايوه انا اللي هعلمك. أيوة. انا اللي هعلمك. انا ما دام كده اصل خدي بالك من كلامك بقى. ده معنى كلامها يعني كلامك يجرح يا دينا كده. لا يا كابتن ما اقدرش ما اقدرش. يعني ده انت اللي بتعلميها كلنا الشيف بتاعتنا. وبعدين انا مش عايزه اتكلم يعني خلي الطبق مصطوب زي ما بنقول. كلام بقى يا دينا ام المكالمه بسرعه. فيعني هي قالت حاجه ضايقتك؟ ايوه دينا. حبيبتي لا ما هي مش ضايقتني قوي يعني. هي عملت ايه عشان بس ابقى عارف؟ قولي لي. خليكي معانا يا دينا. عملت ايه فيا دلوقتي؟ ان هي مسوياني بعلياء. انا قلت كده. ما اقدرش. انا قلت كده. ما اقدرش. خليك لساني ونميها بسرعه يا دينا. يعني خلينا نتكلم في الطبيعي يعني بلاش نجامل اكتر. علياء مش قعدنا كتير في البيت وما تاكلناش كتير. ايوه. ها واللي هيعلمنا كتير اكتر ناخد بالنا منه شويه ونركز معاه. واللي بياكلها شي والممبار و كده يعني. والبط برضه يعني. بتضحك طبعا. عايزه تلم مش عارفه. ما هي ليها عندي حله محشي وليها عندي حله ممبار يعني. ها يا دينا مين اللي هيكسب؟ لا قولي. خالته طبعا. ايوه خالته. ايوه كده خالته حبيبتي. حبيبتي حبيبتي دينا. عايزه اسود بالتوفيق. تعالي تعالي يعني. تمام بشكرك جدا يا دينا على مكالمتك الجميله. وبشكرك اتصالك طبعا زي ما انتم شايفين يعني دلع البنات على الامهات اكيد طبعا لازم يكون موجود. وحبت تجامل يا عيني بنت خالتها ولكن لقيت نفسها يعني دخلت في حته ثانيه خالص. في حاله المحشي ظبطت الكلام صح؟ ايوه اكيد. خالتها ما كترتش. طيب هنقف عند الجزئيه دي. ايوه هرجع سريعا مع حضراتكم. احنا بنسلق الطماطم. ايوه عشان خاطر الشوربه. ايوه نسلقها وبعد كده هنقشرها ونعملها بالشوربه. تمام. والفراخ بتاعت حضرتك خلاص انا هطلعها كده. يلا بينا عشان نوريها برضو للشباب. هطلعها هنا اللي انت عايزاه. انا هساعدك فيها ممكن. عشان البخار والدخان وميه وبتاع فانا هساعدك فيها. أوكي. مع بعض في فاصل. في حبه غش في فاصل ما تلاقيش يعني. في حبه مساعدات. طب ماشي طلعي بقى الفراخ براحتك خالص. بس انا متهيألي لسه شويه. لا شوفيها بشوكه. طيب لا خلاص سيبيها عشان هي طلعها مع نفسها وتمام. شوفيها بشوكه. اقلبيها قلبتيها يعني. طب ليه؟ طيب علياء قلبتيها؟ علياء هقلب. طب اقلبيها كده ناحيه كده خلاص. لا يا شفيق هقلبها هقلبها خلاص. حبيبي بيقول لي الفراخ مش هتستوي النهارده. لا هتستوي دي خلاص. كمان كلام عليك كتير مش انا. خدي شوكه. ليه بتعاملوني كده؟ خدي شوكه يعني. ما نقدرش نعاملك كده. هاتي شوكه. احلى معامله لحضرتك. اتفضلي يا فندم. شكرا ميرسي والله. ميرسي شكرا. ماشي الكلام. هنقف عند الجزئيه دي ونطلع فاصل صغير ونرجع لمناقشه علياء مع الحاجه ام علاء. اتفضل.
يا اهلا بيكم مره ثانيه مع الام هنيه. طيب قبل الفاصل كنا احنا بنعمل ايه حاجتنا؟ كنا بنعمل صينيه الجلاش باللحمه ودخلت الفرن الله ينور عليكي. والفرخه كمان دخلت الفرن الله يبارك لك. والشوربه خلاص اللي احنا سالنا طماطمتها طبعا وقشرناها في الفاصل. ايوه البصل على البصل والكرفس والكرات تمام جميل جدا. والمرقه جاهزه لحضرتك اهي خلاص زي الفل. طيب نعم نعم الله عليك يا فندم. احنا اتفقنا في الفصل وانا راجل ما بحبش اكذب على الهوا عادي جدا. لو عايز تتفق معاك على ايه ما عنديش مشكله. لا 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 عادي في ولا ايه في ولا ماشي خلاص يعني انت مش عارف انت سمعت ولا لا يا شباب في حاله رشوه حصلت في الفاصل 50 جنيه والحلقه هتعدي فانا دفعتيها انا امان ما دفعتهاش لا اعتقد زي ما اتفقنا في الفاصل براحتك. تمام هنا بقى الاخبار الفرخ خلاص يعني هطلعها و ادخلها الفرن. عايزه شويه حبان وفلفل. الله يبارك لك. طب ما انت عارفه اهو حسيتي انت ولا انت حد قال لك؟ لا والله ابدا انا هي فيها حبان في فلفل بس اللي عايزاه. جميل جدا ماشي. ما دي حبان برضه انت مديني البايظه وضحكين عليا. تمام ماشي انا معاكي انا معاكي. عايزه حبه مرقه كمان صغيرين؟ خدي يا ست حبه المرقه كمان. عايزه حبه مرقه ولا ايه؟ ماشي شويه. هات ثانيه واحده اقعد ثانيه اثنين شويه عشان تغطي ايه؟ بالظبط الفرخة بتستوي كده اهو كده تمام كده تمام. عايزة حاجة من الشوربة تانية؟ لا لا عايزاها بقى. نعم عايزاها عشان اغير اتنين عشان الشوربة كده كفاية خلاص كده كفاية حلوة. ممكن اجيب المعرفة اللي بعدين؟ طب تمام. بسم الله الرحمن الرحيم. حد ما تقولي لي بس ما احنا مش عايزينها خفيفه قوي ولا تقيله قوي. وبتعمل اكل في البيت ولا ما بتعملش؟ كفايه كفايه كده؟ كفايه طيب. بتعملي اكل في البيت ولا لا؟ بتعمل يوم اجازتها. بتعمل ايه بقى؟ ايه بقى بتعمل اللي موجود يعني ايه اكتر اكله ممكن تتوقعي ان هي تبقى لك؟ صح اخر مره عملت المحشي اتمسح اتمسح والله في بتنجان. لا والله كان بتنجان وفلفل وكوسه وعملته كويس جميل. ولا انت جملتيها؟ لا 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 هي عملت الخلطه نايف ني وحشت وسوت وكنا جميل جدا ما شاء الله. حتى تاني يوم جبت تكمله وكملت. طيب. كان في خلطه. طب والحاج ابو علاء بيعمل اي اكل او حاجه؟ هو طبعا لانه كان عايش بره فكان متعلم استاذ. طب وعلاء يعني. كان بيعمل اكل ولا لا؟ علاء احنا بنساعده بقى ربنا معايا بقى بره. مني له ايه علاء؟ بقالك كتير كلمك اخر مره امتى؟ كلمني النهارده الصبح. والله العظيم جدع وقال لك على المسابقه وبتاع وجد. وبعدين بيقول لي ليه علياء خديها تساعدك ايه نفسك دي؟ يعني تساعدك تخدم عليكي تخدم عليا والله انت راجل يا علياء. يا علياء والله يا ترى سمعنا علاء دلوقتي؟ سمعنا ده لو ما سمعنا هو حر هو عاوز. طب رد طيب يا علاء. ما هو عايز يتصل والله بس قال لي ابعتي لنا رقم وانا يا علاء. يا علاء بقى الو حبيبي. لا اله الا الله محمد رسول الله. علاء وصل يا ناس. حبيب قلبي حبيبي علاء في مطار القاهرة حاجة يا ريت. حبيبي علاء عامل ايه يا حبيبي؟ الحمد لله. وحشني وحشني. الشيف علاء ازيك علاء اخبارك ايه؟ علاء التاني ربنا يخليك. ايه اخبار صحتك؟ مبسوط ان انا بكلمك الاول يا حبيبي. شرف لينا ان انت تكلمنا معايا على التليفون وكمان اختك العزيزه معانا والحاجه يعني كل الناس موجودين هنا محتاجينك انت بس تكون موجود معانا وان شاء الله تشرفنا في اقرب فرصه ان شاء الله. ربنا يخليك منور خلاص النهار دايما. الله يخليك يا استاذ علاء وانت منور السعوديه وان شاء الله تنور مصر في اقرب وقت. ربنا يخليك. يلا اتكلم مع الحاجه ما باخدش منك الوقت الكتير. اتكلم مع الحاجه لو حابب تكلمها اتفضل. ايوه علاء حبيبي عامل ايه؟ وحشني. وانت كمان اكتر ست الكل يعني. بقول لك ربنا يخليك لينا الله يخليك ويخليك ليا وما يحرمنيش منك يا حبيبي. وخليني اياد واسر حبايبي. معلش هو اياد اغلى يعني بقى اغلى شويه من علاء. اياد بقى هو عزمي ولدي 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 علاء ده اياد ده بقى غطى عليه ربنا يحفظه لك. واسر طبعا واسر ايوه بالظبط هو اسر بس سنتين فمش فاهم لكن اياد ده خمس سنين فما شاء الله عليه يعني ربنا يحفظهم لك يا رب. الله يخليك ويخليك علاء ويرجع لك بالسلامه يا رب يا رب ويخلي باله من صحته وربنا معاه ويقويه يا علاء. اخبار الاكل ايه طيب؟ اهو اتعلم يا علاء اهو جميل
اتعلم يا علاء. اتفضل يا شيخ. يلا عايزين بقى تشوف اخبار الاكل، احنا خلاص طمنا الحاجه وعارفين الحاجه كويس جدا. تعالى نشوف العروسه الجديده دي بقى عامله ايه في الطبخ، وبرضه انت اكيد شهادتك هتكون صريحه، انا عارف ان انت راجل صريح. بص كده على الفراخ وبص كده على الطماطم واللي في الفرن، توقعاتك ايه؟ العالية اكيد. لا عالية يعني ايه؟ بقى لها فترة كده بتتعلم، بس في تحسن. شايف في تحسن تمام. يعني توقعاتك ان شاء الله في امل في الاكل ولا اي كلام؟ لا في لا في امل، وانت تحكم بقى يعني. ان شاء الله خير. ان شاء الله ان شاء الله خير. مديها فرصة عشان يبقى في منافسة عادلة يعني. والله مديها فرصة لاخر ايه؟ لا صح افتكرت. اهو سامع؟ لا بيساعدني علاء، بيساعدني. الحمد لله الحمد لله. انا اخوك موجود هنا علاء، ما تقلقش. ان شاء الله. بشكرك جدا يا علاء، شكرا جدا ليك. علاء ابن الحاجة ام علاء واخو عليا، شكرا جدا ليك. خلينا نبص على في الفرن. تعالي يا استاذه. نعم. اتفضلت يا فندم. شوفي ايه اللي بيحصل ده. يعني ايه بقى؟ احنا وصلنا لمرحلة الشعوطة. طب يعني صلحي. شيل. عشان ايه؟ خدي يا علاء. هلا هاتي دي وانا اساعدك. خدي. طب هاتي المساعدة يا ست الشرطة. اهو المساعدات اهي يا شفيق. شايف المساعدات؟ بس ما تقوليش ايه؟ انت ظالمنا ايه؟ تمام كده؟ نديها حتة مروحة عشان تريح المراوح. تمام. انا جاي لك المروحة. لا هي عشان الرف وقع، فانا عايزة اطلع الفلفل. ولا يهمك ان شاء الله تحت السيطرة. هو ايدك انت خالص؟ طب كده كويس؟ والفرخة هنحطها فين؟ والفرخة هنحطها الفرخة هي كده خلاص خلصانه الفرخه على ما اعتقد ولا ايه؟ طب لا عايز تحمر شويه. عايز تحمر شويه؟ طيب خلينا نعمل حاجه حلوه قوي. طيب انا حاولت اطلعه. هساعدك. خليك زي ما انت عايشه. طيب. وانا هجيب ادواتي واتعايش. ماشي طيب. عملت الشوربه؟ خلاص. يلا اعملي الفرخه ودخليها بقى. حاضر. تمام. بالسلامة إن شاء الله ما تقلقيش. خلاص كده الشوربة كمان. بسم الله الرحمن الرحيم. أنا ما أعتقد زي الفل. لا خلاص. يلا تعيش يا حاجتي ولا عيش أنا؟ لا عيش أنت. طب عيش أنا. اللي أنت عايزاه. أوكي كده. طيب شيماء مرات مين أنا آسف؟ شيماء مرات ابنها. إيه يا عم؟ شيماء مرات ابن علاء. حاجة أم علاء. أيوه. شيماء إزيك؟ السلام عليكم. السلام عليكم. ورحمة الله وبركاته. يا أهلا بيك يا فندم. اهلا بحضرتك. اخبارك انت ايه؟ بجد كتير على الاكل الجميل اللي بتقدمه لنا. الله يخليك يا شيماء، ده من ذوقك والله. شويه لما اكلمك. تسلم. ازيك يا فندم؟ اخبارك انت ايه؟ كله تمام؟ تمام الحمد لله. تمام. ربنا يخليكي ويديك الصحه يا رب. انت امامة اسر؟ ايوه. وإياد صح كده؟ تمام. تمام. ربنا يخليهم لك يا رب ويديك الصحه ليهم يا رب. ربنا يخليك. ايه رايك في اكلتنا النهارده بقى والحاجه وعلياء؟ لا هنا تمام يعني؟ انت اكيد ذقت وعارفه وتعلمت. لا يعني اكلها تحفه. ربنا يديها الصحه دايما يا رب وتعملوا كل اكل حلو. يلا كلمي الحاجه وكلمي علي. اتفضلي. انا شوشو. ازيك يا حبيبتي؟ عامله ايه؟ دودو عامل ايه دلوقتي؟ وقاسه يا اياد. يا اياد. ايوه شوشو. ايوه حبيبتي عامله ايه؟ الحمد لله. تسلم على الاكل الجميل. اهو بقى حاجه على قد ايه. حبيبتي انت عامله ايه؟ لا بقى اياد عامل ايه دلوقتي؟ وقاسه يا حبيبتي. اياد كويس؟ صوتك بيقطع. معلش. الشبكه اطلعي البلكونه. خشوشو عامله ايه؟ يا حبيبتي عايزين بقى منافسه جامده بينك كده وبين طن. لا هو كده كده واضح ان هي اللي هتكسب، بس خلاص احاول. لا معلش بقى يعني هي لازم هي اللي تكسب. لا معلش يعني طنط طبيعي. طبعا اتعلمها منها يعني. طبعا هي اللي معلمتي يعني، فهي الخير والبركه يعني. يا رب يا شيخ. يا رب الاثنين يكسبوا. بشكرك جدا وبشكر اتصالك يا ام اسر. طيب ام اياد واسر. انت بقول لك ايه؟ لا حاجه. اياد لا وقفي بقى الخلاط ده شويه. ما تعمليش فرق بين عيل وعيل، كلهم واحد.
في الجديد بياخد غلوته والاثنين غاليين بس اياد عشان بقى بيتكلم عشان الواد التاني ما يزعلش. انا خايف من كده اصل لسه مش فاهم سنتين هيفهم وهيعرف بعدين يعني لما يفهم بقى انا هقول له اصل اياد تبعي واسر تبعها. ربنا يحفظهم يا رب كلهم ربنا يخليهم لكم يا رب ربنا يخليك ليهم ويديك الصحه الله يخليك وعبارك انت كمان لما تجيبي علاء واياد واسر توبة يعني ايوه ان شاء الله ربنا يحفظهم لكم يا رب جميعا. طيب انا معايا خمس دقايق خلاص انا خلاص انا عايزه اطلع دي بس وخلاص طايش طلعي حط ده خط عشان كده انا عارف يا حاجه لو انت خدت بالك انا قرص عليها سنه النهارده في قصه الايه الحاجات اللي عماله تعملها فيها دي كلها. بسم الله طلعت شكلك فاهمه نصه عملت سنين جلاش حلو ماشي اتفضلي يلا نفتح الحلف بقى عشان ايه وقتنا خلص. لا خليك انت حاجه انا هساعدك. لا لا مهمكش تمام الله يخليك يا ماما. يلا احنا وقتنا ازف خلاص خلي شايفه كده سيبيها سيبيها في الاواخر خلاص ماشي خلاص الشوربه كده هطفي عليها شوربه خلاص الشوربه خلاص حضرتك خلصتيها الله الله كده عايزه لا هي كمان ممكن برشتين كمان في كريمه تحطيها ولا لا حطها طب يلا انا هساعدك الكريمه فين خلاص انا حطيتها انا عايزه الكريمه بس نعم خلاص انا هجيبها انا هجيبها انا هجيبها شكلها عايزه تشغلني النهارده شغله محترمه يعني عليا معلش يلا على فكره المفروض تساعد الصغير يعني صح ونتكلم في الاخر بقى لما نخسر او نكسب صح ده اللي انت عايز تقوله لي يعني المفروض اساعد الصغير ولما نيجي نكسب او نخسر خلاص كده في النار يا ماما عشان الدنيا برضه خلاص تمام المفروض اساعد الصغير نغرف بقى الشوبه يلا يا ماما اتفضلي اجيب لك طبق الغرف عينيا الاثنين حاضر انا محتاجه بس مش لاقي الكريمه اللباني بتاعتي اللبن اللي هو ده حط لبن كريمه ما هو اتفضل يا فندم صرفنا طبق الشوربه وحضرتك طبق للشوربه ماشي تمام تمام ايه تاني الجلاش خلصان الشوربه دي خلصانه بس حرق منها محتاجه منها ايه بقول حرق منها من ده ستايل جديد ده يعني. صح لا 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 جميل خلاص جميل جميل باين باين ان هو جميل ما شاء الله ايه تاني؟ بس نحط لها هلا هلا على شنطة حضرتك ايوه يا ماما ايوه مش بقى بص بقى وجو ال 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 لا عادي انا هعمل كده كمان خمس دقايق هتروح حاملة ايه؟ حبة البقدونس برضه نفس الموضوع ما هو ده اللي انت خدت بالك منه ده الطبيعي يعني ايه تاني؟ الفرخة بقى الفرخة عينيا الاثنين حاضر خلاص بقى نقلع الجوانتي هلا 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 بسم الله اتعلم من اللي في بالي على ما اعتقد طبق الغرف هجيب لي طبق على طول لل امسح الطبق يعني نعم من غير ولا امسح الطبق لا خليها سيبه مش لا ازاي لا لا سيبيه النبي ما ينفعش انا عايز اريحك انا بس بس ايدك والله لازم اساعدك يا ماما انا بدعي لك والله ربنا يخليك يا امي والله يوميا بقول لك يعني بالذات انت على فكره حبيتني في اللحمه الجملي بجد لما عملت حلقه اللحمه الجملي يوم الثلاث اللي فات سعلا الثلاث اللي فات بس انا بعملها كفته توز وبعمل اللحمه مفهومه المكونه وكده حلو حبيبتني بقى في الكبده واللحمه الكبده دي العش وهعملها زيك هتعجبك قوي شطشطيها تحب سبايسي ده انت حطيت شطه وفلفل والله العظيم ثلاثه ولا تحس بيهم تخيلي كل ما تديها شطه وبهارات حلوه كده ما تكونش زياده واللحمه بتبقى حلوه طعمها اللحمه عايزه بصي واكلينها ورا الكاميرات كل دول واكلين الجمل ما شاء الله واقفين زي ما انت شايفه اهو فاهمين بيصوروا ازاي لا هو القصه كلها ان اللحمه الجملي مفيده جدا وصحيه وسهله بس ما تجيبش لحمه جملي كبيره وعجوزه وتتوقعي منها تبقى عامله زي الكندوز او البتيلو صح لازم تكون بس نسبه وتناسب في سن الجمل خلينا نطفي بقى البوتاجازات دي كلها عشان ايه العفره طب بالنسبه للغرف الصواني دي حضرتك ما عندكيش اي بوادر تطلعها في طبق ولا هي كده؟ براحتك عايز تطلعها براحتك انا؟ اتفضلي هاتي الفرخه بتاعتك من جوه طب خلاص هات غرف ها ولا بلاش؟ لا ليه؟ بقول لك بلاش لا انا غرف رايك ايه استني بس نخليها تغرف ولا طب دي صينيتها احلى من صينيتي يا حاجه بلاش والله ياما بلاش والله هي دي بتاعتي لا دي بتاعتك دي بتاعتك انت القمر دي بتاعتك انت لا دي بتاعتها احلى مستويه جميله والله ياما بلاش خلاص تحرج على وش جواز ما ينفعش تعالي اوريك حاجه بيني وبينك انت محروقه يا ماما بس محروقه ناس ايه رايك يا بابا هنبدل لا نعديها نعديها
نغرف ولا نعديها؟ براحتك، انا ممكن اغرف. انا لو كان عليا يعني انت تعرفي تضعيها من الحرق من كده و... طلعي الحافه ده. ايه عديها؟ حاضر عيني. نغرف ولا نغرفش؟ نغرف. نغرف لي بعدي بعد اذنك. يلا حاضر. انا بحب الموحه قوي. تعالى يا عم شفيق. لا سيبك من المحروقه، ما تصورش المحروقه. بلاش. صور ورق الحلو، طلعها في احلى صوره. ده في 50 جنيه. في 50 جنيه ما خدتهاش والله لحد الان. عشان نبعت نجيب بقى فطار، عارفين الجو ده؟ ماشي. خلاص هطلعها ولا اقول بلاش؟ صح؟ لا لا بقول بلاش. يا شفيق عيب ما تقولش كده، لا لا يا جماعه في ايه؟ لا 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 هتبقى حلوه، هتبقى حلوه. افتكر ان انا قلت لك بلاش. انا اللي قلت لك بلاش، انت اللي ما قلتيش بلاش. هتطلع فكره؟ انا مش عارف، بس انا بت كده. خش سيبيها يا حاجه عندها درجه، خد درجه. طيب ماشي. درجه خد درجه. طيب نفس الحاجه يعني؟ طيب. كله والله نفسه. طيب المطبخ عندنا زي بوتاجاز وفرن وميكرويف، بوتاجاز وفرن وميكرويف، حله وحله كل حاجه. فاهمه ابوك على الديكور الجديد. الله يبارك فيك يا ماما، ربنا يخليك يا امي، ربنا يعزك. انت خلصت ده بقى هتطلع شهر مارس ودخلت في الديكور الجديد؟ والله لا، ده كان وش خير الامهات شهر مارس ما شاء الله كلهم. والله والله العظيم ده كان اول يوم الديكور ده يطلع يوم 21 مارس. طب صح يا شفيق ولا متهيألي؟ كان 21 مارس. تابعت كل حلقات الامهات. ايه رايك في شهر مارس مع امهاتنا؟ جميل. يستاهلوا؟ يستاهلوا. امهات مثاليه. ومثاليات ويطلعوا عمره وبيستوا يا رب يجيبوا السلامه ان شاء الله كده. وحج ان شاء الله. ويا رب يقدرنا ويجيب حج لكل امهاتنا يا رب. فالامهات تستاهل كل خير والله. هي الام عماتها طلعت ازاي؟ ايه اللي طلع؟ اهو. فين اللي طلع؟ اهو. تريني كده لا بلاش. ايوه كده بقى، خلينا نبقى مبسوطين. احب الاستسلام قوي، يعني احب كده وكده. طب يا ام انت تعملي اللي تعمليه، مفيش دعوه. انت هتقارني نفسك بعلاء وعلياء، مفيش الكلام ده. طب الفراخ بعد اذنك عشان ما تطلعش زي دي. انا اجيب الفراخ. حاضر حاضر حاضر. يعني الفراخ ما عندهاش اي استعداد للغرف. عايز تتحمر لسه. عايز تتحمر لسه؟ نمشيها حاجه؟ والله امشيها لو انت قلت امشيها. لو ما فيش وقت. انت عايزه ايه؟ حسب الوقت. انا سيبك من الوقت، الوقت بتاعنا. لا عايزه تستنى شويه. ما هو لا خلاص نمشيها. خلاص نمشيها. بس الحاجه دي يعني ربنا يخليها لك والله. الله يخليك. يا حبيبتي علياء دي مش بنتي، دي اختي بقى وصاحبتي و... ربنا يخليها لك يا رب ويحفظها لك. اتفضلي يا فندم. لا ده هي عملت بقى حاجه. عملت ايه؟ زوقت وكده. طيب زي بعض. البقدونس بتاعك هو هو اللي حطيته عندك؟ ايوه هو مفيش عندنا غير البقدونس غالبا. احنا في حل كابو كفته ولا ايه؟ واكيد في حاجات تانية غير البقدونس ممكن نطلعها، بس قشطه يعني. ما احنا تمام. مش طيب ندوق بقى عشان نقدر نعرف احنا بنعمل ايه. طلع كده. خلاص يا شفيق هدوق اي حاجه عشان بس كده يعني. ايه اللي اسرع حاجه عندي؟ هتلاودني على اللقمه يا ابني. هتغدى طبعا، هو في حد يطول صينيه جلاش زي دي كده وما يتغداش؟ تعالي كلي معايا. لا لا انا مش ليه. طيب لا مش هتاكلي يعني. خلاص قول لي يا حاجه. لا لا انا مش شايفه. هندوق عشان خاطر انت فاهمه. لا زي بعض عليا مننا وعلينا برضه. بسم الله. بسم الله. سخنه؟ لا 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 انا ازعل. شربتك دي ولا واخده حاجه من مامتك؟ لا بتاعتي. عادي يعني ممكن اكون بشوف حاجه من ورا اتحطيت منها. لا خالص. لا ده انا ما دوتش اي حاجه في الاكل. نعم؟ ما دوتش اي حاجه في الاكل. انت ما دوتش اي حاجه في الاكل؟ وايه المشكله يعني؟ ايه اللي ايه بتقوله مش فاهم؟ يعني ان هي يعني واثقه من نفسها والكلام ده. انا فاهم كويس بس انا بحب اعمل نفسي. ما اتاكدتش من الملح ده قصدي. تعالى اعلمك كده سيدي الجلاش عامله ازاي. شايف البقلاوه؟ شايف البقلاوه اللي بتقطع؟ لا والله انت عاملاها حاجه يعني شكلها يفرح. الله يخليك. بص التقطيعه عارف. شايفه قطعه الجلاش عامله ازاي؟ صوري جنبها زي ما انت. بص للكاميرا اهي دي جلاش مامتك. لا جميل انا عارفه والله باكله كتير. جلاش مامت الحاجه ام علي. لا انت في ايه؟ لا ما تقولش في ايه؟ ولا سخنه.
انا قلت يعني صوت ايه مولع نار بس ولا حاجه. انا بقول والله يعني هي سخنه جدا والمغرب مصمم ان انا ادوق انك تدوق. وقال لا وقال لي دوق حته وسيب لي الباقي يعني حاجه طمع يعني. طب ده احنا قلت ان انا اختي احنا جايبين الغدا. لا يا حاج ده احنا نجيب ونعمل تاني نقعد بعد الهوا نقعد نطبخ والله نودي الحاجه منال والله. انت انا كان نفسي اعمل لك ممبار ومحشي وكده. ده حاجه الكلام ده هوم سويت هوم بقى يعني ما ينفعش هنا. ده البيت بقى جاي لكم وكده. انا اجيب لك. لا يا ماما راجل حد عندك يا ماما والله. طبعا يا حبيبي تيجي تنورني والله. الحلقه دي خلصت؟ بس لسه شوربتي ما ذقتهاش. عيب يا ماما. طب تبرد شويه. هتبرد ايه ما هي سخنه يا ماما برضه. لا ببرد. انا مش هزعلك. لا 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 ادوقها. حاضر. بس اشوف يعني انا صح اول مره اعملها شوربه الطماطم. طعم يعني. يا يعني انا شايفها ان هي من وانت بتعمليها انا عارف هي فيها ايه. اذا يعني لو انا ما اعرفش الحله فيها ايه وهي بتطبخ المفروض ما اعرفش الوقفه دي. صح. فما تقلقيش مني في دي. انا عارف كل حاجه بتحصل ايه وفاهم كويس جدا كل اللي بيحصل وايه اللي ممكن يكون لسه يعني. ها بس الفرخه بقعد انت ما هي لسه. لا ما خلينا في الفراخ دي نسيبها على جنب. طيب. يعني عشان وقتنا خلص. فلو فتحنا في الفراخ هنفتح يعني العالم. خلاص تعالى ايه مفيش ناس ثانيه هتدوقها. لا حتى لو في ناس ثانيه هنسوي لهم بعد الفصل. طيب ماشي ما يكملوا ولا عايزين دول فرخه. لا بلاش. ايوه كده. طيب الحلقه دي حلقه جميله جدا وانا مبسوط جدا. احنا والله بوجود الحاجه ام علاء وبوجود اختنا العزيز علياء الاثنين والله العظيم نورونا النهارده يوم الجمعه. انت اللي منورنا. وكمان بمناسبه عيد اليتيم النهارده زي ما قلت لحضراتكم كل سنه يعني ربنا يفرحنا بيهم يا رب يخليهم لنا يا رب ويقدرنا جميعا على مرضيتهم وعلى وجودنا جنبهم دايما. انا من الناس اللي قلت لزمايلي لسه كنا بنتكلم الاسبوع اللي فات في قصه يوم اليتيم ده قلت لهم يا جماعه انا ما اجيبهمش عندي في البرنامج لو انا عايزهم اروح لهم لحد عندهم. ده كل واحد فينا حسب دماغه فيها ايه. انا شايف ان انا اليتيم ده انا اروح بنفسي انا وكل المحطه بتاعتي ونروح لحد عنده ونقعد عنده نقضي اليوم. صح. او نقدر نعدي عنده لو ساعه حتى. صح. لكن ان انا اجيبهم هنا هجيبهم واطلعهم على الشاشه. وبعدين هتطلع مين ولا مين احنا عايزينهم كلهم. انا عايز اروح بقى اللمه دي. ايوه هم دول ربنا يحفظهم لنا يا رب. تاخدنا معاك ده انت تشرفينا ماما وتنورينا والله. الله يخليك. الحلقه دي جميله جدا عمل فيها ثلاث اطباق اسهل من بعض واقوى من بعض. للاسف الشديد اللي انا كنت متوقع ان ممكن يكون اكل الحاجه هو اخر حاجه في الدنيا وهو فعلا اخر حاجه في الدنيا بس قبلها بحته كده كانت علياء واصله لمامتها في صينيه الجلاش طعمها جميل جدا شكرا جدا والله من غير هزار. شوربه الطماطم رائعه من ايدك شكل الفرخه باين على كلامها. اما انت حاجه فانت رقم واحد بدون الله كلام يعني ما شاء الله عليكي. نفسك حلو جدا تسويتك وطريقه عملك نظافتك ده كلام يهم جدا كل الناس بتتفرج علينا. هم الاثنين افضل من بعض كالعاده عارفين المركز الاول هو الام والمركز الثاني هو البنت بس ده الكلام لكن في المجمل هم الاثنين مركز اول. الله يخليك. هتعجبني؟ لا مفيش اي كومنت. تمام عدي الحلقه. تمام ماشي الكلام. هداياتكم موجوده ونورتونا وشرفتونا واتمنى يا رب يكون الحلقه خفيفه عليكم. جميله وانا كان نفسي اشوفك. ربنا انا كنت على فكره بعكسك زمان يا امي ده انت من زمان قوي يعني كنت يعني عريس مزه. ربنا يخليك يا ماما بس بقى بنت الحلال بقى ربنا يسعدك يا رب. انا ابنك يا ماما ما انت علاء بالظبط على فكره. ربنا يخليك يا ماما وديك الصحه يا رب. ربنا يخليك. دي كانت حلقتنا مع حضراتكم كان معانا النهارده اثنين متسابقين ان شاء الله نشوفكم في حلقه جديده وفي مسابقه جديده يوم الجمعه الجايه مسابقه ثانيه يا ترى مع مين والله اعلم. سلام عليكم. سلام. شكرا جدا.